تعتبر الحكامة من الإشكاليات العرضانية التي تواجهها المدرسة منذ عقود، سواء في بعدها المتعلق بنجاعة التدبير أو في أبعادها الأخرى ذات الصلة بالمشاركة والشفافية وربط المسؤولية بالتقييم والمحاسبة. في هذا الإطار، ومن أجل تكريس مبدأ الحكامة باعتباره رافعة أساسية للتغيير، خصص القانون الإطار 51/17 الباب السابع لمبادئ وقواعد حكامة المنظومة التربوية التي يندرج معظمها ضمن موجهات وأهداف المشروع رقم 16 تطوير الحكامة ومؤسسة الإطار التعاقدي. يندرج هذا المشروع ضمن المجال الثالث من حافظة المشاريع المتعلقة بتنفيذ مقتضيات القانون الإطار 51/17 حكامة المنظومة والتعبئة، ويتمحور حول ثلاث أهداف رئيسية. الهدف الأول، مواصلة تفعيل سياسة اللامركزية ولا تمركز في تدبير منظومة التربية والتكوين. الهدف الثاني، إرساء الإطار التعاقدي باعتباره أساس إنجاح الإصلاح. والهدف الثالث يتمحور حول تحسين الحكامة المالية وتطوير وتنويع مصادر التمويل. وفي إطار تنزيل برنامج عمل المديرية الإقليمية بورزازات الخاص بالمشروع رقم 16 تطوير الحكامة ومؤسسة التعاقد، ومقتضيات المذكرة 21/87/21 في شأن تعميم مشروع المؤسسة المندمج، نظمت المديرية الإقليمية دورات تكوينية حول مشروع المؤسسة المندمج بجماعات الممارسات المهنية بالإقليم، سكورة، تندوت، أيتزين، إغرم نوكدال، تزناقت، ترميكت وورزازات. وتهدف هذه الدورات إلى المساهمة في إرساء ثقافة مشروع المؤسسة المندمج ومساعدة رؤساء المؤسسات التعليمية على تملك منهجية المشروع الجديدة ديبار لضمان قابلية تنزيله بنجاعة وفعالية، وذلك من أجل النهوض بمؤسساتنا التعليمية تدبيريا وتربويا بما يخدم تحسين جودة التعلمات وفق أحكام القانون الإطار 51/17. وفي إطار تتبع هذه التكوينات، نظمت زيارات ميدانية للوقوف على مدى تملك السادة المديرين للمنهجية الجديدة لمشروع المؤسسة المندمج ومدى تقدم فرق القيادة في إنجاز هذه المشاريع. كما نظمت المديرية في إطار تنزيل برنامج عمل مشروع رقم 16 دورة تكوينية في مجال التدبير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية بمركز تكوينات والملتقيات حمى الفتواكي. وتهدف هذه الدورة التي تم تأطيرها من طرف السادة مفتشي المصالح المالية والمادية بالمديرية الإقليمية بورزازات إلى المساهمة في تقوية القدرات التدبيرية للمكلفين بتسيير المصالح المالية والمادية بالمؤسسات التعليمية، وذلك لأن تعزيز أسس الحكامة المالية للمؤسسات التعليمية يقتضي الرفع من القدرات التدبيرية للمسيرين عبر تمكينهم من تملك أساسيات وأدوات التدبير المبني على حسن الأداء ليساهموا في التدبير المعقلن للمتوفر من الإمكانيات المالية والمادية. من جهة أخرى، وتنزيلا لمقتضيات المذكرة الوزارية 79/21 الصادرة بتاريخ 7 شتنبر 2021 في شأن التعريف بالنصوص التشريعية والتنظيمية المواكبة لتنزيل القانون الإطار 51/17، نظمت المديرية الإقليمية بورزازات لقاء إقليميا بمركز التكوينات والملتقيات حمى الفتواكي لفائدة رؤساء المصالح بالمديرية ومنسقي جماعات الممارسات المهنية بالإقليم، وذلك للتعريف بالمراسم الجديدة التي تم إصدارها، وهي كالتالي: هناك المرسوم رقم 22472 بتاريخ 24 غشت 2021 في شأن دروس الدعم التربوي، المرسوم رقم 22474 بتاريخ 24 غشت 2021 متعلق بالتعليم عن بعد، والمرسوم رقم 22475 بتاريخ 20 يوليو 2021 الخاص بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعية أمهات وآباء وأولياء تلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين. بالإضافة إلى التكوينات السالفة الذكر وبهدف دعم تأهيل الكفاءات البشرية، تم إحداث وتجهيز مكتبة قانونية بالمديرية الإقليمية تضم 154 كتابا تهم مجموعة من المجالات
القانون العام، القانون الإداري، القانون العقاري، المالية العامة والصفقات العمومية إلى آخره. ومن أجل تعزيز الحكامة أيضا وبهدف تحسين صورة الإدارة في علاقتها بالسلطة القضائية من جهة والمرتفقين من جهة أخرى، تعاقدت المديرية مع محامي ومفوض قضائي لتتبع القضايا والمنازعات التي تخص المديرية. كما أطلقت المديرية دراستين إقليميتين، الأولى حول مدى تفعيل مشاريع المؤسسة في المؤسسات التعليمية، والثانية بخصوص تشخيص وتوزيع حاجية المؤسسات التعليمية والمديرية. وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أن اعتماد تسيير الوحدات الإدارية بالمديرية تندرج أيضا ضمن ميزانيات المشروع رقم 16 تطوير الحكامة ومؤسسة الإطار التعاقدي.